بس انا بحب فيوتشر عشان لبس كلها شيفتات الاهلي. نركز مع فيوتشر يا جماعه، ربنا يكرمهم ان شاء الله. وماشي كده هدمه الاصلاح رقم 7، تعدى ايمن علي كده بيضغط ايمن، ماشي ايمن كده شكله يعمل لنا حاجه ولا ايه؟ وقطع بالحياه كده وحياه عينيه من فضلك كيف رجليك يا ايمن يا راجل. يلا يا ايمن، برافو ايمن علي، لسه كده ايمن علي بفضل رجله وبسنا كده قلب الاصلاح معاك انتين. واحده من تحت كده، واحده من تحت كده، الكابتن سامح واقف مش عارفين مد ايه. كابتن سامح فكري، كابتن سامح، سامح كده مد اسكات فش حاجه. كابتن سامح حكم كبير فعلا، سامع كده من قلب الاسلام وماشي وشوطه جامده تيجي كده جنب القائم، لسه لابسها شباب صغير وشباب متحمس زعلان كده بالكابتن زيزو معاهم. عفا بيه كابتن احمد رمضان، كابتن ايمن عفيف عمل شغل جامد معاك النهارده يا كابتن احمد. كابتن ايمن عفيف لعيب كبير، كابتن احمد صلاح وبطه كلهم لعيبه ليهم مستقبل مشرق. وماشي فيوتشر من ناحيه اليمين تروح كده المدافع سال على زيزو وتعدي زيزو كده. يلا يا زيزو لسه بدري، وتروح كده لحزب الاصلاح تنتهي في نص الملعب، تروح كده لا فيوتشر، فيوتشر سال على ايمن، ايمن كده تنتهي منه تروح لحزب الاصلاح من ناحيه الشمال وبيقطع برافو كده بيلم واحده والثانيه وما تلعبش بالنار، خدها منه حزب الاصلاح من ناحيه اليمين. نلعب مع بعض يا جماعه، هيعدي ولا ايه؟ هيعدي ولا ايه؟ وبيشوط شوطه جامده تطلع ضربه مرمى، ضربه مرمى لصالح فيوتشر يلعبها كده للباك الشمال، باك الشمال ماشي 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 لعيبة المدافع وهو تطول منه. لا ساكن معاكم لا لا فرقنا لا ماشي ايمن 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 ماشي زيزو ضغط زيزو عليه مش معديه على كورة زيزو زيزو ماشي زيزو كده ايمن واقف على الكورة ايمن بيأمن الفرقة كده ايمن تروح ليه رقم 7 طويلة وعالية تنادى كده تروح في نص الملعب يسيبها كده وتطلع رامي التماس مرة ثانية من ناحية الشمال رامي التماس مع محمد يا عم محمد تعالى يا عم ألف مبروك لمركز شايف الشيش نورتنا يا كابتن أحمد نورتنا يا عم أحمد بلدك التانية الحمد لله على السلامة كابتن محمد يسري نورت يا كابتن محمد أيوه كده مش عايزين ما تحرمناش من نفسك في البطولة ابن المرحوم الكابتن يسري كمان رحمة الله عليكم عارفين الكابتن يسري يا جماعة الله يرحمه وماشي حزب الإصلاح حزب الإصلاح ماشي لعيبة تنقطع كده لكن أيمن أيمن وبروك وتنقطع منهم كده يلم الباجم كده ومش معنيين على الكورة تنقطع كده يطلع حارس المرمى يلا يا أيمن وزيزو زيزو كده برافو المهاجم بيلعبها بكعبه برافو زيزو كده ضغط عليه تروح لحارس المرمى حارس المرمى بص كده لاعب محمود من ناحيه اليمين عايزني كده لاعب ايمن ايمن زيزو 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 معاه بروك جايبها هو مع اليمين لعبها على ماشي خمس تعالى هنا اكلم شيكو ماشي ايمن ايمن تنادى منه تنادى منه تروح كده لحزب الاصلاح يلم واحد والتاني وتطول كده لا رقم 7 باك الشمال تيجي هنا اللعيب الخبره اللي فيهم يرجع كده يزيد عليه ولا ايه؟ سنه كده بيهدي اللعب ايمن كده ضغط عليه ياخد واحده والتانيه بيحطها له برافو زيزو زيزو كده لكابتن ايمن ايه ده بالرجل يا كابتن عندك لمسه فنيه ايوه بالرجل بالرجل يا جماعه لسه الناس دي لعبه ما عندنا السنه دي ماشي عايز بالمصلح طلع كده كام 7 7 7 عايزني كده ولا شوط ولا ايه؟ شوط شوطه جامده هتطلع ضربه مرمى لصالح فيوتشر من الناحيه الثانيه يا جماعه لسه ما شفناش حاجه لسه مش ماشي حاجه من ايمن
ولسه ما شفناش حاجه من زيزو ولسه ما شفناش حاجه من محمود. فريد فيوتشر فينا شباب فيوتشر كفر من هنا وهي ماشيه 19 بيتا تروح الجناح الثانيه بيلعب بالنار كده يا جماعه ولكن المهاجم بيلعبها بسن الجزمه تطلع بره جنب القائد ماشي برج بيلعبها كده ليه زيزو زيزو طويله وعاليه تعدي برافو ايمن كده ايمن اللي ما تلمش عليها ايمن اللي هتلم عليها كنت هتلم الشبكه يلا يلا ماشي بسلاح تبعدها كده ليه المهاجم هيسند ولا ايه زيزو زيزو ضغط عليه زيزو ماشي كده الكابتن سامح مدي فاول لصالح حزب الاصلاح من ناحيه الشمال سند كده المهاجم هاجم والله الكابتن سامح لعيب كبير وما بيخشش عليه الحاجات دي بيلعب بالنار برافو برافو قطع حاجات لمحمود تاني يلا يا محمود برافو مدافع كده رقم سبعه بينزل يعمل تاكله كده ويقطع رامي التماس لصالح فيصل رامي التماس محمود بيلعب كده واحد اي حاجه كده بيطلع لعبه مرمى من الناحيه الثانيه وصالح فريق حزب الاصلاح النتيجه ما زالت 0-0 ورقم سبعه يسند كده ويطلع محمود بروج من الناحيه الثانيه رامي التماس لصالح فريق حزب الاصلاح رامي التماس سند برافو صحيح يلعب لايمن ولا ايه يا راجل ايمن معاك مش شديد محمود تنيت يا محمود كده تروح ده رقم سبعه في نص الملعب بتقرب من زيزو زيزو لايمن ايمن ايمن تطلع منه كده كتف قانوني تروح لرقم سبعه ايمن كده وشوطه بتخبط في تاني ويدي الكابتن سامع ضربه ركنيه لصالح فريق فيوتشر كفر فيوتشر شوطه جامده كده من محمود اللي بيلعب في كل حته في الملعب فين حزب الاصلاح ماشي 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 ومعاه ايمن ايمن بيخطف يلا يا ايمن ايمن كده كابتن شيكو رافع وكابتن سامع معاه مدي فاول لصالح فيوتشر في نص ملعب حزب الاصلاح ما زالت النتيجه معلقه زيزو برافو زيزو كده لعبها لكن حارس المرمى طلع وهو مغطي تروح للحزب الاصلاح ماشي ماشي بيشوف كده لم واحده ولعبها كده ضربه مرمى لصالح فريق فيوتشر مباراه كده ماشيه واحده هنا واحده هنا فيوتشر 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 ماشي قطع قطع بتطوى من حزبة الاصلاح برافو برافو بيسيبها كده مدافع كويس يا جماعه مدافع تقيل وتروح لمحمود يلا محمود هيرجع كده لبروك تاني بروك بيبص كده لمحمود تاني محمود لعيب كويس يا جماعه برافو لعيبه في الشغل الخارجي زيزو زيزو لسه زيزو لسه زيزو ما شفناش كل حاجه زيزو كده استعاره كابتن ايمن مستغيره فرقه من الاهلي زيزو لسه زيزو كده ما شفناش منه حاجه زيزو ماشي حزب الاصلاح روح رقم سبعه اتحرك في كل حته في الملعب وتطوى تروح ليه مدافع حزب الاصلاح في نص ملعبه مين كده في رقم سبعه ايه منها يلمها وتطول منه في نص ملعبه تروح مره ثانيه مره ثانيه شوط ولا ايه؟ كعبل فيها كده وتطلع رامي التماس رامي التماس صالح فيوتشر كفر مرقله طويله وعاليه كده اي حاجه رقم سبعه كده بيشوف شوطه جامده والله انا لسه بقول انا شايف ريحه صاروخي في لحظه ماشي 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 ماشي
استاذ محمد حبيبي حبيبي عامل ايه؟ ماشي حزب الاصلاح العبها كده ضربه ركنيه. ضربه ركنيه تروح لمحمود. ماشي محمود. محمود يلا يا راجل يا ايمن ربطنا رجلك كده يا ايمن خالص ربطنا رجلك ايمن كده تروح لرقم سبعه برافو رقم 19 19 ماشي يلا يا ايمن ايمن ضيق كده انفراد غطي رجلك يا ايمن جول تروح لا زيزو زيزو بقى لا بيعدي كده لعبها طويله وعاليه تلقيتها كده حزب الاصلاح في نص الملعب حزب الاصلاح ماشي ماشي بيلم كده هيرجع تاني ولا ايه ما فيهاش اي حاجه كابتن سامح يرجع الكوره محمود كده بيقول له نهدى شويه زيزو 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 تنقطع من زيزو كده تروح لحزبة الاصلاح زيزو 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 كده ده تروح ليه سبعة كده عايز كده يتلم على واحدة ولكن ايمن بيلم معانا يا نوش ده استلمها فاول حزبة الاصلاح في نص ملعب وتربط تروح كده الحارس مرمى فيتشر تيجي لسه واحد النتيجه معلقه كده 0-0 مش شفناش لا هدف هنا ولا هدف هناك 19 ايمن يلا يا ايمن يا ايمن كده ما تلمش عليها برافو هجمه مرتده برافو حارس المرمى حارس مرمى فيتشر هجمه هنا ترد هجمه مرتده هناك برافو حارس المرمى انقذ هدف اكيد حزب الاصلاح العبها كده عايز على المدافع والله تيجي محمود 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 لعيب كويس محمود محمود تطول منه كده وتطلع من الناحيه الثانيه ماشي سبعه سبعه ماشي ولكن مش مديله فرصه كابتن سامح مدي فاول فاول صالح حزب الاصلاح فاول فاول صالح حزب الاصلاح فاول باذن كده برافو محمود كده اللي في كل حته في الملعب مش مخليه يستلم كوره محمود طويله وعاليه وبرافو كده في غفله من دفاع فيتشر مش 19 وبرافو يطلع فيتشر كده تطلع رامي التماس من ناحيه الشمال مديها كابتن سامح فكري لصالح فريق فيتشر ساد على محمود 19 كده ساد على محمود 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 ايمن 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 برافو يا جماعه المباراه كويسه بس مفيش اللي يخلص ماشي ماشي بيعمل واحده حلوه كده من التاج الجمهور وماشي بيلم في نص الملعب تاني سند سند كده على الباك الشمال باك الشمال رايح برافو زيزو حط كده ضربه ركنيه ضربه ركنيه لصالح حزب الاصلاح فرقه فوتشر عامله مباراه كويسه يا كابتن بوجي بس مفيش اللي يخلص يا حمص بعد انت جبت فرقه كسفتنا هنا وماشي حزب الاصلاح اول مره اشوف واحد يجيب فرقه ويطلعوه بره ماشي ماشي ايمن 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 ماشي ماشي ايمن ايمن ماشي و قطع كده حزب الاصلاح حزب الاصلاح ماشي بيصفر الكابتن سامي بدا الشوط الاول نتيجه 0-0 احلى واحد انا اهو